نجوم مثل دوين جونسون وجاكي شان وبروسلي يعتبرون المفضلون لنا جميعاً، ولكن ما لا تعرفه أن بعض أولئك النجوم عاش حياة أكثر إثارة حتى من أقوى المشاهد القتالية، وهي التي ساعدته للوصول لتلك النجومية. ومن نجوم عباقرة ذوي معدلات ذكاء مرتفعة إلى آخرون وضعوا حياتهم على المحك من أجل حياتهم المهنية، تلك أشهر 10 نجوم أكشن مدهشون في حياتهم الحقيقية. أرنولد شوارنزينيجر. معظمنا يعرف أرنولد شوارنزينيجر كنجم سينمائي، ولكن قليلون من يعرفون بأن أرنولد كان مشهوراً حتى من قبل أن يدخل عالم التمثيل، وذلك لكونه لاعب كمال أجسام مشهور. بإمكانياته الجسدية المذهلة، كان شوارنزينيجر أحد أساطير اللياقة البدنية في فترة الثمانينيات، وهي ما أهلته ليلعب أدوار الأكشن التي ظهر فيها لاحقاً. وحتى بعيداً عن السينما والرياضة، فأرنولد اشتهر أيضاً بقراره لخوض الانتخابات في ولاية كاليفورنيا، والتي اتخذها البعض مساراً للسخرية، بينما الرجل كان جاداً للغاية في قراره. فقط استمع لجملته في فيلم تيرمينيتور وستفهم ما يعنيه أرنولد. يقول: انضم إلي إن كنت تريد أن تعيش. تشارلز ثيرون. أما النجمة تشارلز ثيرون فأبرز ما يميزها هو تفانيها وإخلاصها في تأدية أدوارها بالشكل الأمثل، وخصوصاً اهتمامها البالغ بمشاهد الأكشن التي تظهر بها، مثل دورها الرائع في فيلم أتوميك بلاند وما ظهر فيه من مشاهد قتالية أتقنتها ثيرون بشكل أكثر من رائع. نفس الحال في فيلم ماد ماكس فوري رود، والذي تدربت فيه على يد كبار المتخصصين في عالم الفنون القتالية لإظهار المعارك بتلك الواقعية التي ظهرت بها. دولف لوندغرين. أما النجم مفتول العضلات دولف لوندغرين لم يدخل عالم الأكشن فقط لما يمتلكه من عضلات، فالرجل يمتلك درجة من الذكاء مكنته من الحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية، والتي كانت كافية له للحصول على منحة تعليمية كباحث في معهد ماساتشوستس. أضف لذلك التاريخ العلمي المشرف إتقانه للكاراتيه وحصوله على الحزام الأسود. كل تلك النجاحات كانت تمهد لظهور نجم أكشن جديد يمتلك من القوة العظيمة والذهنية ما يكفيه لبناء مسيرة رائعة. داني ترايهو. الممثل داني ترايهو حظي بتاريخ محبط نوعاً ما قبل دخوله لعالم السينما، فداني قضى معظم حياته قبل النجومية خلف القضبان، حتى أنه تورط في العمل في تجارة المخدرات إلى أن جاءت اللحظة وقرر تجربة معاشه في دور تمثيلي صغير، ليتحول بعدها من شاب بائس ذو مستقبل مظلم إلى أحد أكثر من أتقنوا أدوار الشر في أفلام هوليوود، بطولة حقيقية قام بها بتغيير حياته والتغلب على ماضيه. ولكن الأمر الأروع هو إنقاذه لطفل تعرض لحادث سير مروع كاد يودي بحياته. تاجر مخدرات هوليوود أثبت أن طبيعته معاكسة تماماً لما يظهر به أمام الكاميرات. دوين جونسون. ولد دوين جونسون الشهير بالصخرة أو ذا روك في عائلة تمارس بأكملها رياضة المصارعة، لذا يمكن القول بأنه كان مقدراً له منذ البداية أن يكون عظيم. ومع هذا فلم يبدأ حياته المهنية كمصارع، بل بدأها كلاعب كرة قدم أمريكية في جامعة ميامي. لكن بعد تخرجه من الكلية بدأ ممارسة المصارعة على غرار أسرته، ونجح في الصعود لسلم المجد في WWE. ومع هذا لم يكتفي ذا روك بهذا النجاح، بل تحول من مصارع شهير إلى أحد نجوم هوليوود بأفلام مثل سكوربين كينغ وجو مانجي، استطاع دخول قلب عشاقه وكسب المزيد من الجماهير حول العالم. تشوك نوريس. تشوك نوريس لم يتحول لنجم أفلام أكشن من فراغ، فتشاك استطاع خلال الفترة التي قضاها في سلاح الجو الأمريكي أن يكون محارباً قوياً ومقاتل مدرب تدريباً عالياً. العديد من الأحزمة السوداء والألقاب في رياضة الكاراتيه مكنته لاحقاً من إتقان أدوار الأكشن التي أسندت إليه، مع القليل من المساعدة التي نتجت عن صداقته مع النجم العالمي بروسلي، ولهذا استطاع نوريس أن يبني تلك المسيرة العظيمة في وقت قصير. ميشيل يو. أما ممثلة الأكشن ميشيل يو فقد استحقت التواجد في المرتبة الرابعة عن جدارة لما تمتلكه من مهارة عالية وجرأة كبيرة في عالم الأكشن. طالبة الباليه السابقة التي استطاعت استغلال الفرصة وتحويل الإعلان الذي أدته مع جاكي شان إلى مسيرة مهنية متميزة، ميشيل تمتاز بقدرتها على أداء المشاهد القتالية العنيفة دون الاستعانة بدوبلير، على غرار قدوتها جاكي شان.
من أبرز مشاهدها الخطيرة مشهدها بالدراجة النارية في فيلم سوبر كوب، وكذلك مشاهدها في سلسلة أفلام جيمس بوند، الأمر الذي تسبب في إصابتها عدة مرات بإصابات خطيرة لما تتحمله من مشاق المهنة. ومع هذا تبقى تلك هي ميزتها الأبرز التي مكنتها من حجز مكانة خاصة بين النخبة في عالم الأكشن. أودي ميرفي، قلة من نجوم الأكشن من يمتلكون بعض المؤهلات العسكرية التي أهلتهم للعمل بالسينما. البعض الآخر يمتلك خبرة في القتال، ولكن أودي ميرفي تفوق على الجميع نظراً لمشاركته الحقيقية في الحرب العالمية الثانية كجندي مقاتل. ليس هذا وحسب، بل عاد للوطن حاملاً وسام الشجاعة من الدرجة الأولى ليكون أحد أبطال الحرب، ليجد بعدها طريقه إلى عالم هوليوود من خلال فيلم To Hell and Back الذي كان يستعرض أحداث الحرب العالمية الثانية. المدهش أن مورفي كان يؤدي دوره الحقيقي في الحرب، وهو أمر نادر أن تجد شخصاً يلعب دور شخصيته الحقيقية في أحد الروايات، ومن هذا الفيلم انطلق نحو العالمية بسلسلة متميزة من أفلام الأكشن والقتال والحرب. جاكي شان. وننتقل للنجم العالمي جاكي شان، والذي درس كل شيء عن السينما في أكاديمية الدراما الصينية. في الواقع كان جاكي شان على علم بكل شيء عن الموسيقى وفنون الدفاع عن النفس والتمثيل قبل حتى أن تطأ قدماه موقع التصوير. ومع هذا فإن أبرز ما يميزه هو تعامله مع الأدوار التي يجسدها بشجاعة مدهشة، حيث يرفض الاستعانة بأي دوبلير ويقوم بكافة المشاهد الخطيرة بنفسه. لذا اعتاد الجمهور على تتر ختامي لكافة أفلامه يضم لقطات تعرضه للإصابات أثناء التصوير، من كسور العظام لجروح خطيرة لغيرها. من رأيي لم يستطع منتجو أفلامه أن يحضروا لمواقع التصوير، إنها رؤوس أموالهم على المحك، صحيح؟ لا يمتلك جاكي شان مهارة قتالية أمام الكاميرات فقط، وإنما امتلك مهارة قتالية في حياته الحقيقية، فمن الصعب جدا التغلب عليه أثناء القتال. بروسلي. وأخيرا نختم مع بروسلي الذي يمتلك سببا يجعل معظم ممثلي الأكشن وحتى أساتذة الفنون القتالية يعتبرونه السيد الحقيقي للفنون القتالية. الممثل الذي غزا هوليوود بفيلم أنتر ذا دراجون درس الفنون القتالية في سن صغير إلى أن أتقن عدة أساليب مميزة، أبرزها أسلوب جيت كوندو، بنيته الجسدية ومعرفته بالملاكمة والكاراتيه ومختلف الفنون القتالية جعلته بارع للغاية في الفوز بالمعارك الحقيقية سواء داخل الشاشة أو حتى خارجها.